معز العلوي الكاتب العام للنقابه العامه للتجار المستقلين باتحاد عمال تونس نحن كما تعرف 40 و50 سنه انتصاب في شوارع العاصمه كان عندنا فضاء كارتاج السوق هذاك اللي وراء بالمريوم صرفنا فيه فلوس وكل شيء وتوا قاعد حلال علينا حرام على الحاكم ما مسوا حتى انسان توا خذينا في عضو هو اربع فضاءات فهمتني منجي سليم والخربه وسيدي البشير وباب الزيره نحن كتشوف سيبنا شارع وجينا لهنا نحبوا نظافه ونحبوا تونس نظيفه ونحبوا كل شيء ااا آه جائحه الكورونا الاولى والثانيه تضرينا منهم ضرينا بالقدا بالقدا نسكر السوق ثمانية شهور آه، عندنا سلعه من هنا هزتها البلديه مش تعقمها وما رجعتهاش قعدنا في مشاكل مع المزودين فهمتني قعدنا في مشاكل تو مع المزودين والبلديه طيبة الكريال القديم وجديد لو كان ما جاش معناها الفضل يرجع لله والسيد والي تونس يرحم والدي اعطانا جرعه تاع اكسجين جرعه تاع اكسجين القرض الحسن مليون و300 لكل واحد هاك تشوف باش خذينا شويه سلعه ورجعنا في الكورسه فهمتني يرحم والديه مسؤول موقف شجاع وطني خذاه يرحم والديك ووالديه عطانا شوي خاطر عنا صغار وعنا كريه وعنا عنا عنا برشا مسؤوليات فما الناس في الدولة تبني وناس تهدم فهمتني نحن مدينة دينا باش نتفاوضوا نهار 24 كنا عاملين وقفة احتجاجية البلدية تونس خاطر عملنا معاها محضر جلسة على منجي سليم والخربة وسيد البشير وباب قعدوا قعد الكل حبر على ورق ما عملت منه حد شيء مشينا مش نعملوا نهار 24 اللي فات وقفه احتجاجيه لكن آه لسلامه الشعب التونسي ولظروف امنيه وصحيه اجلناها خاطر سلامه الشعب التونسي خي اغلى من نحن نجموش نضروا الناس خاطر كورونا وتعرف الفيروس جديد ينتشر بقوه لنا اجلناها وديما نقعدوا مدين دينا ما نحكوش على الوقفة الاحتجاجية ديما نقعدوا مدين دينا المسؤولين باش نلقاو الحل لكن نحن كي نمدوا لك يدينا أنت ما تخاف ما 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 ما, ما, ما تخذلناش فهمتني عندنا برشا مشاكل في مجسيم عنا عندنا الخربة مش تتغطى مطلع آه 2021 عندنا مشكلة في سيدي بشير تحب تنحيه البلدية ما نعرفوش شكون تحب تعطيه و 147 تاجر تحب تبعثهم هكاكا بتجيب منهم كعبات منا ومنا لا تشوف حل لسيدي البشير يتغطيه وليو أنت باش تنحيه تغطيه ولا تشوف لهم ولا تشوف لهم فضاء آخر عندنا منصف بي الملحق التجار التو ما بدات فيه برشا 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 مشاكل نحن اجلناها الوقفه الاحتجاجيه نحنا مدينه دينا للـ للـ للخير مدينه دينا نحبوا تونس نظيفه سيد الوالي يرحم والديه فما مسؤولين يبني وفما مسؤولين يهدموا فهمتني نحن تجار مسخلين مدينه دينا ضرينا من كورونا الاولى وكورونا الثانيه وقلت لك جرعه هذا الاكسجين نتاع القرض الحسن هاك تشوف فينا نعسوا في الليل ونخدموا في النهار باش, باش الفضاء معناها باش الفضاء ينجح نحبوا ننجحوا من المسؤولين كي تشوفونا نحن خرجنا من الشارع وجينا لهنا ونظفنا مدوا يديكم معناها نحن صالحين مانيش فاسدين فهمتني مدوا لنا يديكم عاونونا باش نقدموا بتونس فهمتني مش تخذلونا ولا تاخذوا في قرارات تعسفيه فك لذاك اعمل لذاك هذاك الكل اي مسؤول مش يخدم الدوله ذي مرحبا به المسؤول ما يخدمش الدوله ذي سيبوا الكرسي فما شكون يخدم قلت لي البلديه هزت لكم معناها الدبش نتاعكم وكل شيء علاش؟ آه كورونا الاولى كورونا الثانيه قعدت دبش برشا ثمانيه شهور هو قاعد خفنا من المرض عيطنا نتاع البلديه هزهم في بينا مش يعقموه يرجعوه ما رجعوهوش اختي قعدنا في مشاكل مع المزودين قعدنا في مشاكل مشاكل بالضبط راه فلوس ملايين ملايين راه قعدنا في مشاكل مع المزودين التو والله شكاو بينا شكاو بينا عند الحاكم وحكينا الوضعيه الحاكم قال خويا فضوا امورهم فلوسهم شنو تحبنا نعمل كما جاء معناها الفضل خذ لك ارجع يا سيد الوالي عطانا 1300 ولا رانا مطنا شافتنا نحن خذينا 1300 منا بعثتنا على الكرال القديم تحب ناخذهم منا ونمدوا لها منا هزت لكم الدبشه نتاعكم وما رجعت لكمش يعني انت كي مشيتو مشيتوا طلبتوا قلتوا لهم رجعوا لنا بعثنا لهم مراسله بعثنا لها مراسله بعثنا لها قلنا لها راهو دبشنا اللي وتعقموا وتعقم وكتبنا لها حتى القيمه قداش وكل شيء هي ما هيش ماديدها للتفاوض جمله فهمتني ما هيش ماديدها للتفاوض جمله. قلت لي زاده انت عندك النصبه هذه والبلديه حجزت لك زاده الدبشه نتاعك قل لي كيفاش تسترزق منين تعيش؟ والله هاني من هنا من نهار, نهار نهار نبيع معناها بخمسه ونهار بعشره ونهار كل مره كيفاش؟ الشطر يمشي ركوب نسكن بعيدين. اه. وربي يرحم والديه سيد الوالي هو اللي عطانا القرض هذاك شرينا به شويه دبش انا نتا شو منه وكاهو باش نعملو قداش يسوى تقريبا الدبش اللي حجزته لك البلديه والله يا اختي ما نعرفش انا برشا برشا دبشي برشا هزوه لي دبش جديد معلق ومحطوط فوق الطاوله كلها هزوه خلوا خلو حتى قطعه كلها هزوه دبش جديد معناها ماهوش قديم كنت نبيع في دبش جديد معناها كل هزوه والله قعدت مبلعة بالديون مع اللي ناخذ من عندهم في الدبش بالكريدي نخلصوا بالشوي آه. وهو دبشنا مشي ونحنا قاعدين نخلصوا نخدموا باش نخلصوا اللي سالونا تاع الدبش اللي هزوه لنا البلدي يعني الدبش نتاعكم تحجز من البلديه وانتم قاعدين تخلصوا في المزود نخلصوا فيه معناها اللي خذينا من عندهم بالكريدي ما نهزوا من عندهم المعامل ونخلصوا نبيعوا ونخلصوا وتو قاعدين نخلصوا فك اللي هزوه البلديه ذاك قاعدين نخلصوا تو نخلصوا فيه بشوي نعطوا فيهم، نعم. آه. لو يرجع لكم دبشكم تتحسن وضعيتكم إن شوية؟ إن شاء الله إن شاء الله معملين على ربي وعليهم وما دبشنا ذاك اللي تهز إن شاء الله أختي إن شاء الله إن شاء الله ربي يهديهم ويرجعوا لنا متاع أدبشنا. أحكي لي على ظروفك الاجتماعية شوية كيفاش تعيش؟ والله شو نقول لك عندي ولدي بطال معناها قاعد عندي بنتي بطالة وكارية ومي وضو يعلم بينا كان الخالق وكهو كان ربي هو اللي هذاك هو اللي يعلم بينا يعلم, بينا يعلم كل شيء نسبة كما هذه تنجم تعيشك كيكا آه كي معناها شو باش نعملوا خير من الواحد كي يمشي يقعد في الدار باش يعطي الكرا ظروفكم <applause> صعيبة برشا صعيبة صعيبة لأقصى درجة صعيبة شو باش نقول لك صعيبة درجة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعطونا هربنا من, من الشارع خاطر الشارع واحد باش إحنا نحن نمدوا إيدينا فهمتني للمسؤولين وللبلدية دموعي هذه دموعها هي اللي هابطت ترى فهمتني دموعها هي اللي هابطت نحن من الصباح للليل نخدموا ونظفنا الشارع ونجيو وربي يعلم بحالنا ماء وكراء وضو وصغار ويتيت وكل شيء والمسؤولين ما على بالهمش فهمتني أنا نقابة التجار المستقلين هي صمام الأمان صمام الأمان لكل منخرط أي دمعة نتاع مخرط تهبط راهو ما تعرفش شنو يصير أي مسؤول مش يتخاذل ولا يستعمل حاجة تعسفي معنا رانا نحن ما نرحمو حد في النهار نخدمو في الليل نعس أنا وعادل هو ما شوف قديش من مراه كرام سماح خالتي عقيلة خالتي فاطمة نساه من الستة نتاع الصباح للتسعة نتاع الليل فطور ديارهم يطيبوه هنا ويهزوه فهمتني والمسؤولين ما على بالهمش راهو نحن ما نسكتوا حتى بشر راهو نحن رانا زملاء البو عزيز زملاء البو عزيز الثوره قامت عملها نصاب ونحن نصابة حتى انسان ما يتعدى علينا اللي قدرنا نقدروه ما قدرناش ما نقدروهش سعاد عبد الرحيم قلت مش نغطي الخربه تغطيها سيد البشير ما تفكوش ماهوش ملكك تشوف لهم فضاء اخر ولا تغطيه لهم وما تنجم تمس منه حد شيء سيد البشير وباب ومن صفي وفذا كرتاش هذاك اللي ورا البالماريوم باش نرجعوا له باش نرجعوا له باش ناخذوه وحتى واحد اللي يخمم مش يبني حاجه فذا كرتاش ينساها نحن مدينة دينا نظافة نحبوا تونس من الصباح للليل اربع ايام انا ما روحتش للدار باش نعسلهم على دمشق خاطر راس عام واحتفالات وكل شيء باش ما يتسرقش السوق فهمتني نساهم ضحين هذيك الكرام امها مريضه امها بين الموت والحياه وتجي تخدم وما يعملوا لها تليفون يتمشى تمشي فهمتني من الفجعه سامحها امها مريضه مخليتها وحدها خلتك عقيله هي بكيت وبكيتني معاها معناها المسؤولين من غير ما يحاوسوا يفهموا معانا تعطونا حقوقنا ترجعونا دبشنا من هنا تكمل كل شيء من غادي نحن ننجحوا في السوق نوقفوا فيه نجيبوا ونزيدوا ونقدوا ونزينوا ونعملوا كل شيء وانتم مسؤولين متملحين تشنية البلاد البلاد ما تنجمش الكرسي زي الكرسي نهار كامل انتم تعاركوا في مجلس النواب عاملين السينما الحزبه ذي تعارك مع الحزبه ذي عاملين سخين تخ... انتخبكم الشعب التونسي باش تعملوا البوكس والسينما جيبوا بش بش انتخبكم باش تجيبوا المشاريع باش تبنيوا باش تطوروا ما انتخبكمش باش تعملوا الزايد شنو هو مصير العائلات هذه في حال انه البلديه ما استجابتش للمطالب نتاعكم عمر سامحني اختي عمر ما نجم واحد ما يستجبش للمطالب نطلع عليه مش قوه راي. اي قوه في النقابه وقوه في المخرطين اما نحن حقنا نجيبوا بيدينا راه نحن من لا شيء من الشارع عملنا نقابه التجار وجبنا خمسه فضاءات فذكرتاج سادس ونجيبوا طلع تعرف علينا جبنا مش بالفكان لا لا جبنا خاطر حق يكفلوا الدستور حق مشروع يكفلوا الدستور نحن نجيبه ونبنيه ونمدوا يدينا على خاطر الصغيرات نتاعنا ربي يرزقنا والمسؤول اللي ما يعطيش يعطي بالصيف عليه ما فكنا ما دخلناش نجيبه كان مش تعطينا فلوس راهي من فلوس تونس وكان مش تعطينا قطعه راهي نتاع تونس ونحن جنسية تونسية بالك طالب من زير ولا طالب من المانيا انا طالب من تونس انا تونسي عندي حقوق وعندي واجبات نحترم روحي وما نتعديش على القانون لكن كي نطلب ناخو لاني انا مش شعب التونسي حتى واحد ما نجم يرفضنا طلبنا حتى انسان